الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في المسح على الخفين والجبيرة. فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ: فإن كان عليه، أي كان على المتوضئ، خفان، أي لابس للخفين حال وضوئه. قال: ونحوهما. الضمير عائد للخفين، فإنه يجوز المسح على كل حائل يكون على القدمين. ومن هذه الحوائل الخفاف، ومنها الجوارب، ومنها هذه الأحذية التي تكون ساترة لمحل الفرض، وغير ذلك من الألبسة والحوائل التي تكون على القدمين، فإنه يجوز المسح عليها. وقول المصنف يجوز، حكم التكليف بكونها جائزة، قال الإمام أحمد: ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، فيه كذا وكذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلماء السنة رحمة الله عليهم، نظراً لكثرة الأحاديث الواردة في المسح على الخفين، حتى قيل إنها قد بلغت حد التواتر المعنوي، فإنهم يوردون المسح على الخفين في كتب الاعتقاد، لأن للأفعال آثاراً في المخالفة والاتباع. وقوله: مسح عليهما إن شاء، يدلنا على أنه ليس الأفضل المسح على الخفين، كما أنه ليس الأفضل ترك المسح على الخفين، وإنما الأفضل عدم مخالفة حالهما عند إرادة الوضوء. بمعنى، لو أن امرأ كان لابسا للخفين فأراد أن يتوضأ، فالأفضل في حقه أن يمسح عليهما، وإن كان خالعا الخفين وأراد أن يتوضأ فالأفضل لحاله أن يغسل قدميه، فلا يقصد ضد حالهما عند إرادة الوضوء. ولذلك عبر المصنف بأنه يجوز إن شاء، أن يستوي الأمران له، ولا أفضلية لأحدهما على الآخر. يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. نعم، المسح على الخفين مقدر بالمدة، يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، لحديث عبادة وعلي رضي الله عن الجميع. عندنا هنا في التقدير بالمدة مسائل. المسألة الأولى: متى تبتدئ المدة؟ والمسألة الثانية: كم مقدار المدة؟ والمسألة الثالثة: ماذا ينبني على انتهاء المدة؟ نبدأ بالمسألة الأولى، وهو متى تبدأ مدة المسح على الخفين. أهل العلم لهم في ذلك مسلكان، فالمشهور عند الفقهاء، أي عند فقهائنا رحمة الله عليهم، أن المسح على الخفين يبتدئ من أول حدث بعد اللبس. والرواية الثانية، ويميل لها المصنف في غير هذا الكتاب، أن المسح على الخفين يبدأ من أول مسح على الحدث بعد اللبس. الفرق بين القول الأول والثاني أن الأول من حين الحدث، والثاني من بعد المسح الذي على الحدث، وينبني على ذلك صور تكون ثمرة لهذا الخلاف. فلو أن امرأ أحدث في الساعة العاشرة ضحى ثم نام، فلم يصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء إلا الساعة الثانية عشرة ليلا، فعلى القول الأول أنه أحدث قبل نومه في الساعة العاشرة، تبدأ مدة المسح متى؟ الساعة العاشرة إلى غدا الساعة العاشرة، فالعبرة بالحدث. وعلى القول الثاني الذي يميل له المصنف، لا يبدأ مدة المسح إلا الساعة الثانية عشر ليلا، فالعبرة عنده بالمسح بعد الحدث. وعلى القولين الأول والثاني، كل مسح قبل الحدث ليس داخلا في المدة. فلو أن امرأ لبس الخف الساعة العاشرة ضحى، وتوضأ
استحبابا الظهر، ومسح الخفين نقول يجوز ولا تحسب من المدة. توضأ العصر استحبابا ومسح على خفين نقول يجوز أن تمسح على خفيك ولا يحسب من المدة. أحدث عند أذان المغرب نقول تبدأ المدة من الحدث أو من أول مسح بعد الحدث. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. فقوله يمسح المقيم أي يباح له المسح الواجب فيكون بعد الحدث. إذن هذه المسألة الأولى، متى تبدأ مدة المسح. المسألة الثانية معنا، كم مدة المسح؟ نقول إن كان المرء قد ابتدأ المسح مقيما فإنه يمسح مسح مقيم يوما وليلة، وإن ابتدأ المسح مسافرا واستمر على سفره فإنه يجوز له أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. والحالة الثالثة، إذا مسح مقيما ثم سافر فإنه يمسح يوما وليلة بناء على تغليب أحوط الحالين، لأننا لا ننظر لوقت الوجوب ولا لوقت الأداء في العبادات، وإنما ننظر للأحوط فيهما، وهذه لها تطبيقات في الصيام وفي غيرها. وبناء على ذلك فنقول إن المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهم. وإذا أطلق اليوم والليلة في الشرع ففي الغالب يراد به الساعات، كما إذا قلنا إن أقل الحيض يوم وليلة أي 24 ساعة. والدليل على أن اليوم 24 ساعة ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجمعة 12 ساعة، أي النهار، فمجموع الليل والنهار يكون كم؟ 24 ساعة. وقد جاء ذلك عن ابن عباس، فقد قال ابن عباس رضي الله عنه موقوفا عليه: اليوم 24 ساعة. إذن فيحسب للمقيم 24 ساعة والمسافر يحسب له 72 ساعة، بشرط أن يلبسهما على طهارة. نعم، لحديث المغير رضي الله عنه: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ولبسهما على الطهارة المراد طهارة العضو، وانتبه لهذه المسألة، هذه فائدة متعلقة بالمسح. عندما نقول الطهارة أي طهارة العضو لا لطهارة جميع الأعضاء، وهذه مبنية على قاعدة عندنا، وهو أن أعضاء الوضوء تتبعض في التطهر. فإن المتوضئ إذا توضأ فغسل وجهه طهر وجهه، وإذا غسل يديه طهرت يداه، وإذا غسل اليمنى من رجليه طهرت اليمنى، ثم إذا غسل الثاني طهرت اليسرى. لكن طهارة كل عضو وإن قلنا بتبعيضه لكنها معلقة على إتمام الوضوء، فإن لم يتم الوضوء فإنه لم يطهر. ما فائدة هذا الكلام؟ لأن قلت لكم إن قاعدة فقهائنا أن أعضاء الوضوء ماذا؟ تتبعض. ثمرة ذلك كما قال الشيخ منصور في حواشي الإقناع أن المتوضئ إذا غسل أعضاءه حتى إذا وصل إلى الرجل اليمنى فغسلها، ثم لبس عليها الخف أو الجورب، ثم بعد لبسه إياها غسل رجله اليسرى، نقول صح وضوءه ويجوز له أن يمسح على خفيه معا، لأن الرجل اليمنى لبس الخف عليها وهي طاهرة، لأن القاعدة عندنا أن أعضاء الوضوء تتبعض، وهو المعتمد عند فقهائنا. إذن هذا معنى قوله على طهارة، ليست لجميع الأعضاء وإنما طهارة العضو الذي لبست عليه، وطهارة العضو الذي لبست عليه تتحقق بغسله، لكنها تكون موقوفة على إتمام الوضوء. نعم. ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. نعم، فالحدث الأكبر لا يكون فيه المسح على الخفين، بل يجب غسل الأعضاء جميعا. عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. نعم، هذا يدلنا على أن الجنابة لا بد فيها من غسل الرجل ولا يجزئ فيها المسح. رواه الحاكم وصححه: فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن المسح على الجبيرة. نبدأ أولا في الجبيرة ما هي، ثم نتكلم عن المسح عليها. أما الجبيرة
فهي كل شيء يوضع على جسم الآدمي، سواء كان يداً أو رجلاً أو وجهاً أو رأساً أو بطناً، وكان وضعها لحاجة، إما لجرح وإما لكسر وإما لشد في عضل وغير ذلك من الحوائج التي تجعل لأجلها. هذه الجبيرة لا ننظر لما صنعت له، فقد تكون صنعت من قماش، وقد تكون صنعت من بولستر التي هي لصق الجروح هذا، وقد تكون صنعت من خشب ثم لف عليها بأي نوع من اللصق، وقد تكون جعلت من الجبس، لأن بعض الناس يظن أن الجبيرة لا بد أن تكون من الجبس، بناء على أن المعتاد عندنا في لهجتنا الدارجة أن الجبائر يسمى قلنا عليه جبيرة، أي جعلت من هذا الجبس الذي يكون للكسر، وليس كذلك. ولو كان حجمها صغيرا، فالشخص إذا جرح في إصبعه جرحا وجعل عليه لصقا صغيرا فإن هذا اللصق يسمى جبيرة عند الفقهاء، فكل هذه تسمى جبائر. طيب، هذه الجبيرة تارة توضع لحاجة وتارة توضع لغير حاجة، فإن وضعت لغير حاجة تجملا أو حاجة يسيرة يمكن نزعها لأجلها، فإنه لا يجوز المسح على الجبيرة إذا وضعت لغير حاجة، بخلاف المسح على الخف فيجوز المسح عليه ولو لبس لغير حاجة. إذن الحالة الأولى أن تكون الجبيرة وضعت لغير حاجة فلا يجوز المسح عليها مطلقا، بل يجب نزعها، يجب أن تنزع. بعض الناس قد يجعل على يده رباطا ثم يريد أن يتوضأ، نقول يجب عليك نزع ذلك الرباط، وهكذا. الحالة الثانية أن تكون قد وضعت لحاجة، فنقول إن كانت قد وضعت لحاجة فلها أحوال. الحالة الأولى أن تكون قد وضعت لحاجة ولم تتجاوز موضع الحاجة، والمراد بموضع الحاجة موضع العلاج مثلا، والموضع الذي تثبت به. هذا اللصق الذي يوضع على اليد ثلثه على الجرح وثلثاه إنما جعل لكي يمسك بالجلد، فنقول إنه لحاجة، أي لحاجة ثبوتها، ثبوت الجبيرة، فالحاجة ليست لأجل الجرح فقط بل حتى ثبوت الجبيرة، فنقول هذه لحاجة فهذه يجوز المسح عليها. النوع الثاني أن تكون قد وضعت لحاجة لكن جاوزت محل الحاجة. شخص جرح في كفه فجاء له شخص فكان عنده هذا اللف الشاش كثير جدا، فلف يده وذراعه معا ولا حاجة للف الذراع، فما الحكم؟ نقول يجب فك الزائد عن الحاجة فيغسل عند الوضوء ويمسح على محل الحاجة فقط. فإن لم يمكن فك الزائد عن الحاجة فقيل إنه يتيمم عنه، لأن هناك جزءا غطي لغير حاجة ولم ينزعه خشية تلف الجبيرة الأخرى التي لحاجة، فحينئذ يمسح على المحل الواجب ويتيمم عن المغطى، فيتيمم عنه تيمما. إذن عرفنا متى يمسح ومتى يجب عليه النزع. طيب، هذا المسح ظاهر كلام المصنف الذي جزم به أنه لا يلزم أن تكون الجبيرة على طهارة لبست، لأن الجبيرة قد توضع للحاجة والحاجة لا تعلم متى تكون لك، ولو قلنا إنها لازم يجب أن تكون على طهارة لكان فيها مشقة تخالف مقتضى التخفيف، فنقول يمسح على الجبيرة سواء كان قد لبسها على طهارة أو غير طهارة، وهذا هو ظاهر كلام المصنف خلاف المشهور. وهذا معنى كلام المصنف، يقول فإن كانت على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر، أي بسبب كسر، أو دواء على جرح، أي كانت هي الجرح لكي لا يصاب بأذى من ماء أو ريح، أو جعل على الجرح دواء ثم غطي ذلك الدواء بجبيرة، فكل ذلك يجوز المسح عليه. قال ويضره الغسل، أي ويضر الجرح أن يغسل. مسحه بالماء، أي مسح الجبيرة التي غطت محل الفرض بالماء في الحدث الأكبر والأصغر. هذا الفرق الثاني أو الفرق الثالث، الفرق الثاني بين الجبيرة وبين الخف، أن قلنا الفرق الأول أن الجبيرة يجب أن تكون لحاجة والخف لا يلزم أن يكون لحاجة،
الفرق الثاني هنا معنا أن الجبيرة تمسح في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر، بينما الخف يمسح فيه في الحدث الأصغر فقط. الفرق الثالث أن الخف لا يجوز المسح عليه إلا أن يكون على طهارة، بينما الجبيرة على ما ذكره المصنف وهو الصحيح دليلاً يجوز المسح عليه ولو كان قد لبسها أو وضعها على غير طهارة. هذه ثلاث فروق، بقي رابع سنذكره بعد قليل. وهذا معنى قوله مسحها بالماء في الحدث الأصغر والأكبر حتى يبرأ، وهذا هو الفرق الرابع. الفرق الرابع بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف أن المسح على الجبيرة مؤقت بيوم وليلة أو بثلاثة أيام بلياليهم، وأما المسح على الخف فإنه ليس بمؤقت، يمتد حتى يبرأ، شهر، شهرين، ثلاثة، سنة، ما دام المسح على الجبيرة ممتد والمسح على الخف مؤقت. نعم، هذا الفرق الرابع. الفرق الخامس ذكره المصنف قال: وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. الخف إنما يمسح أعلاه وهو الظاهر، لقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلى. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح أعلى الخف ولم يمسح أسفله، والعلماء يقولون يمسح أكثره، والمراد بالأكثر الأغلب وهو ما زاد عن النصف. وقد مسحه النبي صلى الله عليه وسلم مسحة واحدة بأن يمر المسلم يديه من أطراف الأصابع إلى أن يشرع في الساق، فيكون بذلك مسح أكثر الظاهر وهو الأعلى، ولا يشرع مسح باطن الخف مطلقا. هذا صفة مسح الخف. بينما الجبيرة فإنها تمسح كلها إذا كانت على محل الفرض، فإن كان بعضها في محل الفرض وبعضها ليس في محله فيمسح ما كان مغطيا لمحل الفرض، وما زاد عن محل الفرض فلا يلزم مسحه. هذه خمسة فروق احفظها، سأسأل عنها في آخر درسنا بعدما قبل أذان العشاء إن شاء الله. باب نواقض الوضوء وهي الخارج من السبيلين مطلقا. نعم، بدأ المصنف يتكلم رحمه الله تعالى عن نواقض الوضوء، والعلماء يذكرون أن للوضوء نواقض وأن للغسل موجبات، ففرقوا بين الوضوء وبين الغسل. وسبب أنهم جعلوا للوضوء نواقض قالوا لأن الأصل أن المسلم إذا بلغ باحتلام أو أسلم فإنه يجب عليه الاغتسال، فالواجب عليه الاغتسال فيرتفع حدثاه، إذ الأصغر يكون تابعا للأكبر، أليس كذلك؟ فيكون أصل الحال في المسلم بعد بلوغه أو بعد إسلامه أن ارتفع حدثاه معا، ثم بعد ذلك تكون الطوارئ وهي النواقض. ولذا فإنه لا يمكن أن يوجد شيء من النواقض إلا وقد كان قبلها متطهرا، ولذلك سمي الوضوء الذي يوجبه ناقضا، بخلاف الحدث فإن الحدث قد يجب وما قبله لم يكن متطهرا، فالشخص قبل بلوغه لم يكن متطهرا فإذا بلغ وجب عليه الغسل، والكافر ليس بمتطهر فإذا أسلم وجب عليه الغسل، ولذا سموه بموجب الغسل. وهذا أيها الموفق يدلنا على أن الفقهاء دقيقون في ألفاظهم، وأنهم حريصون على انتقاء عباراتهم، وأن العبارة الواحدة منهم إذا ذكرها واحد منهم فإنه يتتابع على تدريسها وشرحها وإبانتها الفئام الكثير من المؤلفين والشراح والمحشين والمدرسين وأذكياء الطلبة، فإن أذكياء الطلبة أحياناً يوردون من النكت والغرائب ما لا يقف عليها غيرها. ولذا فإن بعضاً من أهل العلم ومن بركة العلم نسبته إلى أهله كان يذكر في كتبه قال: وقد قال بعض أذكياء الطلبة كذا، لأن الشخص عند الاستماع قد يورد له بعض الاستشكالات قد لا يكون قد سبق إليه. وهذا يدلنا على أن هذه الكتب الفقهية أيها الأفاضل ليست وليدة اجتهاد شخص لنقول إنها رأي شخص، وخاصة منسوب المذاهب الأربعة، مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وإنما هي نتاج عقول ألوف الأشخاص درسوها ودرسوها ودللوا عليها وصححوها وحشوا عليها وبينوا احترازاتها ونقدوها،
فلذا فإن التفقه بها طريقة نافعة بأمر الله عز وجل. بدأ بالنواقض فقال أولها الخارج من السبيلين، وهو الأصل لقول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، وهذه من كنايات. وقول الشيخ الخارج من السبيلين مطلقا، عبر بقوله مطلقا مع أن بعضا من أهل العلم يعيب التعبير بقول المطلق، فالشيخ موسى في حواش التنقيح يعيب على من عبر من الفقهاء بقوله مطلق، لأنه يقول لا يوجد حكم مطلق على سبيل الإطلاق، وإنما غالب الفقهاء إذا أتوا بلفظ مطلقا فإنما يريدون التحرز من قيد أو قيدين، فالأنسب ذكرهما، هذه طريقة بعض الفقهاء، ولكن شهر في كتب الفقهاء دائما التعبير المطلقا. طيب، تعبير المصنف هنا مطلقا أراد أن يبين لنا أن الخارج من السبيلين سواء كان ملوثا أو غير ملوث فكلاهما ناقض، بخلاف الاستنجاء، فإن الاستنجاء إنما يجب من الملوث دون غير الملوث، هذا واحد. ثانيا، أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء سواء كان طاهرا أو نجسا. هل يوجد من الخارج من السبيلين ما هو طاهر؟ لا يوجد. هل يوجد مثل المني والولد؟ فإنه يكون طاهرا. طيب، أراد أيضا أن يحترز أو ينفي من قوله مطلقا أنه يقول ولو كان الشيء الخارج نادرا، فإن الشيء الخارج النادر يعتبر ناقضا. طيب، قول المصنف الخارج من السبيلين، المشهور عند فقهائنا أن المراد بالسبيلين ثلاثة أشياء: مخرج البول من المرأة والرجل، والدبر وهو مخرج الغائط، ومخرج الولد من المرأة. فعندهم على مشهور المذهب أن الخارج من مخرج الولد يعتبر ناقضا للوضوء كالرطوبات وغيرها وإن كان طاهرا، فرطوبات المرأة طاهرة عندهم لكنها ناقضة، هذا المشهور، والمسألة فيها خلاف. نعم. والدم الكثير ونحوه. نعم، قال والدم الكثير يكون ناقضا ونحوه. الدم الكثير ناقض في قول أكثر أهل العلم، بل بعضهم قال إنه قول الصحابة جميعا فحكاه إجماعا سكوتيا عن الصحابة، والصحيح أن في المسألة خلاف، بخلاف النجاسة الدم نجس بإجماع، والخلاف متأخر جدا فيه، بخلاف نقض الوضوء فإن فيه خلافا متقدما، وإن حكي فيه الإجماع عن بعض الصحابة، نقل بعض الشراح. فقول كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أن الدم يكون ناقضا للوضوء، لكن لا ينقض من الوضوء من الدم نوعان ليس بناقضين، عفي عنهما. الأول ما احترز منه المصنف بقوله الدم الكثير، فإن الدم القليل لا ينقض، بدليل أن الصحابة كابن عمر الذي يرى نقض الوضوء صلى وفي يده بثرة فحكها فخرج منها دم وهو في صلاته ولم ينفتل من صلاته، فدلنا على أن الدم القليل لا ينقض الوضوء، هذا الأمر الأول الذي عفي عنه في نقض الوضوء. الأمر الثاني الدم المستمر، فإنه قد ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون في جراحاتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم خفف على من كان حدثه دائما كمن جرحه يثعب، أو مثل المستحاضة حمنة رضي الله عنها حينما كانت تصلي وتجعل تحتها طستا فيرى فيه أثر الكدرة والصفرة والحمرة، فدل على أن الحدث دائم، والحدث الدائم عفي فيه فلا يكون ناقضا، وإنما يتوضأ لكل صلاة من المفروضات الخمس. إذا عرفت ذلك فإنه لا يمكن أن يستقيم حديث على أن الدم ليس بناقض، فكل ما جاء إما لكونه يسيرا أو لكونه دائما، وما عدا ذلك فإنه على الأصل من قضاء الصحابة وإفتائهم أنه يكون ناقضا. طيب، الأمر الثاني قول المصنف ونحوه، ما المراد بنحوه؟ قالوا ونحوه يحتمل أمرين، إما أن يكون أي نحو الدم مما هو في حكم الدم وهو الصديد، فإن الصديد عند أهل العلم ملحق بالدم، أو أن نحوه مراده، وهذا هو الظاهر، أن مراده بنحوه كل نجس كثير خرج
من غير السبيلين وليس بول أو غائط، كل نجس. فالطاهر إذا خرج من جسد الآدمي كاللعاب والعرق وغيره فليس بناقض، كل نجس كثير، فالقليل كالدم القليل وما سأذكره بعد قليل ليس بناقض. كل نجس كثير خرج من غير السبيلين، لأن قلنا إن كل ما خرج من السبيلين يكون ناقضا قليلا وكثيرا ولو كان نادرا كالدود والحصى، وليس بولا أو عذرة، لأن البول والعذرة إذا خرج من غير السبيلين كان يكون في البطن شق ونحوه فإنه يكون ناقضا. هذا القيد الذي ذكرت لكم بحدوده الأربعة يصدق على شيئين اثنين فقط، الدم الكثير والقيء. والقيء وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبن ثوبان أنه عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ. وقلت لكم أن قرن الحكم بوصف إذا لم يكن ذلك الوصف علة له فإن ذكره لغو، والشارع منزه عن ذكر اللغو، والصحابة مجتهدون فما ذكروا هذا الوصف بعد ذلك الحكم إلا لأنه علة له، فدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما توضأ لكونه قد قاء. سؤال: ألم أقل لكم في القيد خروج نجس كثير؟ قلت كذلك أم لا؟ قلت طيب، مثلت له بالدم الكثير، أليس كذلك؟ دم كثير وهذا نجس كثير. القيء قلنا قيء ولم نقل قيء كثير، من يستطيع أن يعرف وله جائزة؟ الذي يجيب فله جائزة لأني لم سمع. لا، غير العمد، مسألة أخرى لا ننظر فيها العمدية. القيء ناقض عامدا أو ليس بعامد، يؤثر في الصوم وسيأتي الفرق بينهما. الذي يعرف؟ نعم، ما هو القليل؟ ماذا نسميه؟ ماذا نسمي القليل؟ لا، ليس بلغما، قلس. النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فكل ما يسمى قيئا فإن فيه الوضوء. وقلت لكم إن المقدرات نرجع لحد الشارع، فإن لم يكن للغة نظرنا في اللغة فوجدنا أن أهل اللغة يفرقون بين القيء وبين القلس، ويصح أن تقول القلس، نطقان صحيحان في اللغة. وقد جاء عن فقهاء التابعين رضي الله عنهم كإبراهيم النخعي والحسن وكثير من التابعين أنهم قالوا الوضوء من القيء دون القلس، ففرقوا بينهما، وهذا منضبط ومضطرد مع القاعدة التي حكيتها لكم قبل، وهو خروج نجس كثير. القلس ما هو أو القلس ما هو؟ قالوا القلس هو كل ما كان دون ملء الفم، وما كان ملء الفم فأكثر فإنه يسمى قيئا. إذن كل ما خرج من جوف الآدمي ثم وصل إلى فيه وكان بمقدار ملء الفم فأكثر فإنه يكون ناقضا، وما كان دونه فيسمى قلسا أو قلسا، وحينئذ فلا يكون ناقضا. وقد جاء ذلك في قضاء التابعين رضوان الله عليهم وأخذوه من الصحابة وهو الظن بهم. نعم. وزوال العقل بنوم أو غيره. نعم، قال وزوال العقل بنوم أو غيره، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي قمتم من النوم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ، فدلنا ذلك على أن النوم ناقض للوضوء. طيب، النوم في معناه كل زوال عقل كالجنون والإغماء، ومثله أيضا ما هو ملحق بأحدهما كالسكر، فإن السكر والبنج المذهب للعقل ومثله الصرع كلها تكون من نواقض الوضوء، لأن المرأة إذا ذهب عقله لم يتحكم بمخرج الريح منه، فربما خرجت الريح منه، وحينئذ نزلت المظنة منزلة المئنة، والشرع ينزل المظنة منزلة المئنة في مسائل ومنها هذا. هذا زوال العقل جاءت الأحاديث الصريحة في نقض الوضوء به، إلا أن هناك استثناء، فقد ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم فتخفق رؤوسهم، ومع ذلك إذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم قاموا فصلوا معه ولم يعيدوا وضوءهم.
فدلنا ذلك على أن النوم اليسير ليس بناقض للوضوء. وكيف نفرق بين النوم اليسير والنوم الكثير؟ قالوا الأصل أنه يفرق بينهما بالإدراك وعدمه، هذا هو الأصل من حيث المعنى، ولكن ذلك غير منضبط. لما؟ لأن بعض الناس قد ينام ساعات طوال ولا يعلم أنه قد نامها تلك الساعات الطوال. وأذكر شخصاً ودائماً أخبر بقصته وله الأجر بذكر قصته، أنه نام فاستيقظ فظن أنه لم ينم إلا دقائق معدودة، حتى أنه نظر في الساعة قال أوه ما نمت إلا أقل من 5 دقائق. يقول لم أستنكر من نفسي إلا شيئاً واحداً، أنني قد جعت. يقول فلما ذهبت ودخلت الدار عند والدتي فإذا بي قد نمت يوماً و5 دقائق. وهذا غالباً في الشباب صغار السن، هم الذين يستطيعون أن يناموا هذا النوم الطويل، كبار السن لا يستطيعون الاستغراق في النوم. فالمقصود أن ما ذكره بعض أهل العلم بأن الناقض هو الذي يغيب المرء فيه عن الوعي تماماً ولا يدرك، هو قد لا يعلم، هو يظن أنه لم يغب عقله، هو قد غاب عقله. ولذا فإن المضبوط كلام فقهائنا أننا ننظر للهيئة، فإن كان قد نام مضطجعا أو متكئا بأن يكون مستندا على شيء أو ساجدا فإنه يكون ناقضا. وأما إن نام واقفا أو نحو ذلك من الهيئات التي لا يكون فيها النوم متمكنا، لأنه إن تمكن سقط، فإنه لا يكون ناقضا، لأنه إن تمكن من النوم سقط ولم يسقط، فدل على أنه ليس بناقض. وأكل لحم الجزور. نعم، لما ثبت في حديثين في صحيح مسلم حديث بريدة وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحم الجزور قال نعم. ومس المرأة بشهوة. نعم، ومس المرأة بشهوة دليله قول الله عز وجل أو لامستم النساء، والمراد باللمس لمس اليد. فإن قيل فإن من العرب من يسمي الجماع لمسا، نقول قد جاءت قراءة أن الله عز وجل قال أو مسستم النساء، وهناك فرق. إذن ما دامت قراءتين فتحمل كل قراءة على معنى، فيكون الجماع موجبا للغسل والمس باليد يكون موجبا للغسل. طيب، هذا المس للمرأة يكون موجبا للوضوء، عفوا موجبا للوضوء، المس باليد، هذا المس للمرأة يكون موجبا للوضوء بشروط. الشرط الأول أن يكون مساً للبشرة مع البشرة مباشرة من غير حائل، فلو وجد حائل لما كان مساً. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون بشهوة، الدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس عائشة ولم ينتقض وضوءه، فقد كان يصلي فإذا أراد أن يسجد غمزها بيده، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أحيانه إذا أراد أن يخرج قبل عائشة رضي الله عنها، فلما سئلت قالت كان أملككم لإربه، فدل على أن العبرة أن يكون لشهوة. وهذا منضبط مع القاعدة، والقاعدة هي ماذا؟ أن المظنة تنزل منزلة المئنة، فإن المس بشهوة مظنة لنزول المذي أو المني، وأنت تعلم أن المذي أحيانا ينزل بعد الشهوة بدقائق وربما بدقائق كثيرة، فذلك نزلت المظنة منزلة المئنة، بل كثير من الناس لا يحس بالمذي إذا خرج منه، ولذا فإنه شرع له أن يتوضأ لأجل ذلك. وهذا هو أعدل الأقوال وأصوبها وأوفقها، ويجمع المرء به بين الأدلة، وهو أن مس المرأة بشهوة يكون ناقضا وإن لم يخرج منه شيء، وهو ظاهر القرآن، وأما بدون شهوة فليس بناقض. ومس الفرج. ومس الفرج أن يكون ناقضا، لحديث أم حبيبة وغيره وعبد الله بن بسر وغيره أن من مس فرجه فليتوضأ، والمراد بالفرج القبل والدبر معا، وقد جاء في لفظ حديث أم حبيبة من مس فرجه فيشمل القبل والدبر. والمراد بالقبل هو القبل كاملا، وأما الدبر فالمراد به حلقة الدبر دون الإلية، فإن الإلية مسها ليس بناقض وإنما حلقة الدبر نفسها. ومن شرطه أن يكون بدون حائل، فإن كان بحائل فليس بناقض، ولا يلزم فيه النية، فلو مس القبل أو الدبر من غير قصد وجب عليه إعادة الوضوء. دليله ما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قام في المسلمين ليصلي بهم الصلاة، فأراد أن يعدل إزارة فقال على رجلكم وذهب وتوضأ وعاد،
لأنه لما عدل إزارة ذكر لهم أنه مس فرجه فذهب فتوضأ وعاد، وهذا يدلنا على أنه قد استقر عند الصحابة جميعا أن الحكم غير منسوخ، لأن عمر خليفة وصلى بالناس. ومن قواعد معرفة الحديث المحكم أن يكون الخلفاء الأربعة عملوا به، لأن الخلفاء الأربعة إذا عملوا بالحديث فدل على أنه محكم، إذ لو خالف أحدهم في مسألة لرد عليه الباقون. أليس بعض الخلفاء ظن أن حديث إنما الماء من الماء ما زال محكما، فلم يكن يغتسل من الوطء بلا إنزال، فأنكروا عليه الصحابة فرجعوا من قال بهذا القول من الخلفاء. ثم استقر إجماع الصحابة على أن هذا الحديث منسوخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم سيأتينا إذا جلس بين شعبها الأربع. فالمقصود من هذا جميعا أن نعلم أن الحديث محكم بنقض الوضوء لفعل الصحابة وظهوره بينهم، وأنه لا يشترط فيه القصد. مس الفرج لا يلزم أن يكون بنية كما ذكرت لكم قبل قليل، ولا يلزم أن يكون من الشخص نفسه، فلو أن المرأة مست فرج صبيها عند وضوئه فإنه ينتقض وضوءها. وتغسيل الميت. نعم، قال وتغسيل الميت، لأن تغسيل الميت ورد فيه حديث أن من حمله فليتوضأ، وحمل حمله على الوضوء وحمله على من غسله، لأن مغسل الميت مظنة لأن يمس عورته، فحينما كان مظنة نزلت المظنة منزلة المئنة. ولأن هناك حديثا آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل، وقد ذكر الترمذي وأبو عيسى في السنن أن هذا الحديث لم يقل بوجوبه أحد. نقول بلى، قد قال به فقهاؤنا، ولكنهم حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل على أن من غسل ميتا فليتوضأ، فحملوا فليغتسل هنا أي فليغسل أعضاءه، ويكون ذلك بالوضوء لما جاء عن الصحابة فيه. والردة وهي تحبط الأعمال كلها. نعم، لا شك، ومنها والمراد بالأعمال أي الأعمال التي تشترط لها النية، والوضوء مما يشترط له النية فيبطل، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. نعم، قوله أو جاء أحد منكم من الغائط يدل على أن الخارج من السبيلين ناقض، وأن البول والعذرة ناقضان ولو لم يخرج من السبيلين، وأن لمس المرأة بشهوة يكون ناقضا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل، فقال نعم. نعم، هذا دليل على أن أكل لحم الجزور ناقض. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم، رواه النسائي والترمذي وصححه. نعم، هذا يدل على أن الغائط والبول ناقضان، وأن النوم يكون ناقضا كذلك. لعلنا نقف هنا بمشيئة الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد